سوني ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. نورنا ومشرفنا وبارك لك على السوبر الحقيقة. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. أنا بسعد دايما بوجودي مع حضرتك وببقى مبسوط جدا وأنا جاي لحضرتك. أنت بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا يا كابتن أحمد. كل التوفيق ليك وأنا دايما يعني بتمنى لك دايما السعادة وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد طيب. ميلادك ده هو كمان النهارده فاجئني جايب لي تورتايه كمان ماسيو. قال حاجة الله يخليك. خلينا أبارك لك على الكاس. الله يبارك في حضرتك. تعبت جدا في السوبر، تعبت في الكاس. اول مره الكاس ده يظهر يا جماعه في البرامج الحياه، وتقديرا لينا الكابتن باسوني يعني جابه لنا. بس كان بعد شقاء وتعب وحاجه ما كانتش متوقعه. شوف يا كابتن، هاخد من حضرتك في اللي انت قلته في المقدمه ان كان حلمي ليا ان انا العب نهائي كاس وان انا العب على بطوله. وانت عارف شرف لاي مدرب وفي تاريخ اي مدرب انه يحقق بطوله بعيد عن الاهلي والزمالك. طبعا لان تحقيقها في الاهلي والزمالك ده سهل جدا جدا، اما بعيد عن الاهلي والزمالك بتبقى محتاج حاجات كتيره وعوامل كتيره جدا من الصعب تحقيقها بسهوله. صحيح. فانا كان نفسي، لان انا الموسم الماضي لما الفرقه وصلت للنهائي كنت بحلم ان انا اخد الكاس. ربنا سبحانه وتعالى يمكن كان عالم بنيه الواحد ساعتها. يمكن اراد ليا ان انا وفريقي وزمايلي والرجاله اللي موجوده كلها والمنظومه بتاعه طلع الجيش كلها انه يعيد المباراه تاني بنفس السيناريو في نفس الملعب بنفس كل شيء. كان في اسكندريه ولا كان في كان في برج العرب يا كابتن؟ لا الكاس كان في برج العرب. والله نهائي كاس برج العرب. الكاس كان في برج العرب. كل بقول لحضرتك هو نفس المشهد. بكل حاجه بتتكرر بضربات الترجيح. فكان ربنا كان بيطبطب على قلب الواحد وعلى المجموعة اللعيبة اللي تعبت والمنظومة اللي تعبت يا كابتن أحمد. صحيح. علشان نحقق تحقيق بطولة بعيد عن الأهلي والزمالك حاجة كبيرة جدا جدا. فأنا بشكر عليها مجلس إدارة الطلائع بقيادة السيد رئيس مجلس الإدارة الداعم الأول لنا في كل شيء، وكل منظومة العمل سواء على المستوى الإداري أو الفني أو اللعيبة أو كل من يعمل بمنظومة الطلائع الجيش. بطولة غالية لأن بطولة السوبر برضو يا كابتن مش أي نادي يلعب، لان اللي يلعبها لازم يكون بطل. مظبوط. يا تبقى بطل دوري. نعم. يا بطل كاس. فاحنا بنلعب بوصيف الكاس. فبالتالي كمان يا كابتن يعني شوف حضرتك سبحان الله كل حاجه مترتبه. فانا بشكر الله سبحانه وتعالى على بطوله غاليه جدا جدا. وخاصه كمان ان بتيجي عن طريق نادي هو النادي الاول في افريقيا، بطل افريقيا، نادي الاهلي في استاد برج العرب. فكل الشكر والتقدير لكل من يعمل بالطلائع، والف الف مبروك على بطوله يا كابتن. بجد بجد غاليه قوي. غاليه أوي. بالتاكيد. أوي. لسه عايش فرحتها؟ عايش لسه فرحتها. لسه عايش فرحتها. لان طعمها حلو. طعمها حلو. اول بطوله دايما يا كابتن، وخاصه في تاريخ كل واحد فينا. سواء كنت لاعب فاول بطوله في لسه حافظها. إيه انت بتقول طعمها حلو، طعمها ايه معاك بطوله السوبر؟ كابتن اي مدرب في الدنيا بيبدا حياته بيشتغل وبيتعب وبيجتهد، وده حضرتك لما يتوج التعب ده كله خلال احنا بقالنا سنتين شغالين مع نادي طلائع الجيش. وشغالين تحت ضغط عصبي كبير جدا. صحيح. لان مش سهل يا كابتن احمد لما تبقى في المراكز الاخيره، الدور الاول بينتهي وانت دايما في المراكز الاخيره، وتختم الجدول وانت في مراكز كويسه تامن، وان انت تلعب وانت مضغوط طول الوقت ولاعيبتك بتلعب تحت ضغط عصبي، وفي نفس الوقت بقيت معادله صعبه ضد كل الانديه. الانديه حتى ماتشات الطلائع معظمها مع كل الانديه كان متميز، وكانت الناس بقت بتحب تتفرج على الطلائع للروح القتاليه اللي بتبقى موجوده، للفنيات العاليه اللي بتبقى موجوده. فطعم البطوله كبير وحلو، وخاصه ان هي الاولى في كل شيء.